بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن برنامج استعادة الملفات المفقودة EaseUS، أفضل برنامج على الإطلاق وكفاءته ممتازة، لكن حابب أقول شوية نصايح سريعة في البداية عشان تجنبك فقد البيانات من الكمبيوتر بتاعك. بعض الخبراء بيقول إن الداتا اللي مش معاك منها نسختين ما تعتبرش موجودة على الحقيقة، حاول تعمل باك أب للملفات اللي انت مش هتعرف تستعيدها بسهولة. أما الحاجات المتوفرة على الإنترنت على اليوتيوب دي ما فيش داعي تعمل لها باك اب، حاول تستفيد من خدمات الكلاود، ترفع الملفات بتاعتك على جوجل درايف لو حاجة يعني كانت قيمة، او على مواقع الرفع الاخرى. الهاردات غير مقاومة للخبطات، فخلي بالك ان انت تتجنب الهارد بتاعك الخبطات. لو الهارد اتعرض لخبطة وابتديت تسمع اصوات، ما تحاولش يعني ان انت تصلحه بنفسك، تصليح ممكن لكنه مكلف جدا. مفيش هاردات احسن من يعني مقاومه للخبطات، لكن في هاردز افضل من هاردز، الويسترن ديجيتال افضل من السيجت، في صفحه متميزه جدا وبتقدم نصائح متميزه، وهم اصحاب مركز متميز على مستوى الشرق الاوسط، هنتكلم عنها في اخر الحلقه، اسمها الصفوه داتا ريكفري ايجيبت، وبيقدموا بعض النصائح منها ما تحاولش تلعب في الهارد لو يعني الهارد الجهاز مش عارف يقراه، لا وما تشوفش يعني ما تعملش محاكاه لفيديوهات اليوتيوب، حاول تعمل ريكفري للداتا اللي عندك تستفيد من الكلاود. هنتكلم عن الصفحة دي آخر الحلقة، لكن تعالوا نشوفوا برنامج الايزي يو اس بيشتغل ازاي. احيانا بنفقد بعض الملفات بطريقة الخطأ، او ان الفلاش كارد بيحصل فيها مشكلة، زي مثلا الحالة دي عندي فلاشة، خاصة فلاشات الكينغستون، تيجي تفتح الفلاشة بيجي لك الرسالة دي you need to format the disk، تمام، فانت مش عايز تعمل فورمات وعايز الداتا اللي عليه عايز تصلحه، تمام، فبتحاول تتفادى الخطوه دي. فالبرنامج الممتاز جدا اللي هو الايزي يو اس داتا ريكفري، بنفتح البرنامج، هو في تنزيله الاهم معلومه ان انت ما تنزلش البرنامج على نفس الدرايف اللي انت بتعمل تستعيد فيه الملفات المفقوده. طبيعي ان انت بتعمل تحميل للبرنامج على الدرايف السي، تاكد لو انت بتستعيد حاجه من على السي ان انت ما تعملوش سيت اب على السي، ما عدا ذلك خلاص اعمل له سيت اب على السي. هو في 3 حالات مشهور عندك، اللي هي لو انت بتقسم الهارد الى بارتيشنز اجزاء، ف بارتيشن ريكفري، وجايب لك الوصف تحت، لو انت بطريق الخطا حذفت درايف مثلا او بارتيشن. التاني كومبليت ريكفري، لو جات لك الرساله بتاعت دي وونت تو فورمات الدرايف. والاخير لو انت حذفت ملفات بطريق الخطا. انا هجرب اللي هي الكومبليت ريكفري على الملف بتاعي، بيقول لك هيستعيد كل الملفات، اختار نيكست، عايز اي درايف هتستعيد منه، تمام، انا عايز الدرايف اللي هو 32، هو مش متوفر مش جاري لسه، تمام، ممكن اعمل ريفرش برضه لسه هو ما جراهوش. طب انا ما اعرفش الدرايف اللي هو ده اللي هو شايفه، همشي معاه. هو هنا جرى حاجتين، وفي كل واحد فيهم ملفات مفقودة وريكفري، فاشوف الملفات المفقودة هل هو ده اللي انا عايزه ولا لا. فاذا كان هو فانت بتختار الفولدر اللي انت عايز تعمل له ريكفري، وتختار ريكفر، وهيرجع لك الحاجه اللي انت عايزها. ده باختصار. في اثناء السيت اب مهم ان انت تدور على كي، على رقم تسلسلي للبرنامج، لان هو مش هيتفعل ومش هيرجع لك اي حاجه من غير الكي. هيديلك في الترايل فيرجن ان انت تشوف الملفات المفقوده اللي فقدت عندك، عشان ايه بعد كده تدفع وتتشجع ان انت تدفع وتشتري النسخه المدفوعه. لكن اذا تحصلت على كي فتدخل الكي عندك وبيشتغل البرنامج بكفاءه ممتازه. في الحاله بتاعتنا هو معرفش يتعرف على الفلاشه عشان احنا مش عاملين لها فورماتنج لسه، فانا خلاص هاجي واتبع الخطوات، هدوس عليها وبعدين هوافق على الرسالة بتاعت الفورماتنج. انا عملت خلاص فورماتنج عشان البرنامج يتعرف على الفلاشة، يعني هي مش اكتف طالما انا ما عملتش فورماتنج. وبعد كده عند الكمبليت ريكفري هي اللي فيها الرسالة ان انت عملت فورمات بعد ما جات لك الرسالة دي، خلاص هختار نيكست،
هلاقي الفلاشة بتاعتي اللي هي 32 جيجا، بعلم عليها واختار نكست واديله فرصة ان هو يتعرف على الملفات المفقودة، وبعد كده هحدد الملفات اللي انا عايزها، عايز استعيدها وارجعها. بعد مرور وقت طويل على حسب مساحة الملفات المفقودة، يعني الفلاش عندي مثلا كانت مساحتها 30 جيجا او 32 جيجا، اخدت وقت حوالي نص ساعة. فاذا عندك اكتر من كده هتاخد وقت اطول، انت تسيبه براحته. تمام، بعد كده بيعرض لك الملفات المفقودة على جنب، ولو انت عايز تستعيد ملف واحد من الملفات دي هتعلم عليه وتختار ريكفري، لو عايز هم كلهم هتعلم عليهم. ممكن يرجع لك الملف باسمه او يحطه لك داخل ملف تاني، يعني ممكن يخليه داخل ملف تاني، بتعلم على الحاجة اللي انت عايزها وتختار ريكفري. هنا لو نلاحظ هنلاقي ان المساحة 34 جيجا، على الرغم ان الفلاشة عمر مساحتها ما هتتعدى، يعني مساحة الملفات اللي عليها عمرها ما هتتعدى مساحتها هي نفسها، بس هو بيعمل ريكفري من كذا مرة. يعني انت اخر مرة كانت مليانة عليها 32 جيجا، بس كان قبلها على طول كان في مساحة تانية، فهو بيعمل ريكفري من اللي كان قبل كده. تمام، فإذا احنا مثلا علمنا على ده هنختار ريكفري، يقول لي انت عايز توديه فين، فانا لازم يكون عندي مساحة كافية ان انا ارمي فيها الملف بتاعي عشان ايه يعرف، يعني في مكان فيه مساحة احط عليها الملفات بتاعتي. لو انا عندي مثلا هارد كان كبير لازم اوفر له مساحة قد مساحته، تمام، عشان احط فيها الملفات المفقودة دي. انا مثلا هقول له هنا، هو بيتحرى المساحة هل هي فعلا تكفي ان انا احط فيها الملف ده، واختار سيف. هتروح على هناك، هياخد برضو وقت تاني عشان ينفذ العملية دي. ده كان باختصار، هو من اقوى البرامج، مش بيعمل تلف في الملفات، الملفات بتبقى كويسة. يعني بعد مرور عدة ساعات البرنامج قدر ان هو يرجع عدد من الملفات. هروح على الفولدر اللي فيه الحاجات بتاعتي، هشوف بتأكد بنفسي الملفات شغالة كويس، ولو عايز تتأكد ممكن تفتح ملف من الملفات دي. ادي هنا الملف فتح معانا عادي خالص. في بعض البرامج بترجع لك الداتا لكن الداتا بتكون تالفة، لكن البرنامج ده بيتميز بميزة ان هو بيرجع لك الحاجة سليمة زي ما هي. انت جربه في البي دي اف، تجربه في الصور، تجربه في ملفات الوورد، هو بصراحة ذو كفاءة ممتازة، بس هو مشكلته انه بياخد وقت طويل في الاستعادة، لكن ده مش مشكلة. في حالة ان الطرق العادية ما نفعتش في استعادة الداتا اللي عندك، البرامج او خلافه، وكان في عطل مادي او مشكلة في الجهاز، سواء كان وقع على الارض او حصل صدمة كهربية وابتدت تسمع اصوات غريبة في الهارد، فبصراحة يعني وعن تجربة مركز الصفوة ده من افضل الاماكن اللي متميزة على مستوى الشرق الاوسط، ان هي داتا ريكفري. عندهم اجهزة متطورة مش موجودة في اي مكان تاني، وانا من خلال تجربة شخصية الهارد بتاعي كان مساحته 1 تيرا ووجع على الارض وابتدى يعمل اصوات والكمبيوتر مش عارف يقراه نهائيا، وحاولت يعني عند حد متخصص في البلد عندنا لكن ما نفعش ان الداتا ترجع. فالهارد لما راح هناك يعني الحمد لله استعدت معظم البيانات اللي عليه، عندهم يعني هيدس معينة بتقرأ الأسطوانة حتى لو كان فيها شرخ أو فيها كسر أو فيها أي مشكلة. بصراحة متميزين وتقييمات الناس ليهم ممتازة، وكمان بيقدموا من الفترة والأخرى معلومات عن الهارد والاحتياطات لتجنب التلفيات اللي ممكن تحصل فيه. بصراحة صفحة متميزة للغاية، ننصح الناس تشترك فيها، ولو احتجتوا يعني أي حاجة ممكن تتواصلوا معاهم، وناس بصراحة في منتهى التفوق والتميز.